السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أسباب سماع صوت في علبة السرعة عند الغيار الربع والخامس. هناك عدة أسباب محتملة لسماع صوت في علبة السرعة عند الغيار الربع والخامس. قد تشمل هذه الأسباب: تآكل أجزاء العلبة. قد يحدث تآكل أجزاء العلبة مع مرور الوقت، مما يتسبب في حدوث صوت عند تحريك العلبة إلى الغيار الربع والخامس. قد تحتاج العلبة إلى صيانة أو استبدال بعض الأجزاء التالفة. مشكلة في زيت العلبة. قد يكون هناك مشكلة في زيت العلبة مثل التلوث أو الانخفاض في مستوى الزيت. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشكل فقاعات هوائية أو تآكل في العلبة، مما يتسبب في الصوت. يجب فحص مستوى وجودة زيت العلبة وإجراء التعديلات اللازمة. مشكلة في المزامير أو محامل العجلة. قد يكون الصوت مرتبطاً بمشكلة في المزامير أو محامل العجلة. عندما يكون هناك تلف في هذه الأجزاء، قد ينتج عنه صوت غير طبيعي عند تحريك العلبة إلى الغيار الربع والخامس. مشكلة في نظام القابض. قد تكون المشكلة تتعلق بنظام القابض. إذا كان القابض غير قادر على إطلاق العلبة بشكل صحيح، فقد يسبب ذلك ضوضاء أثناء تحريك العلبة إلى الغيارات الربع والخامس. ارتفاع الحمل على العلبة. إذا كانت تقوم بتحميل العلبة بشكل زائد عن الحد المسموح به، فقد يؤدي ذلك إلى سماع صوت غير طبيعي. يجب التأكد من عدم تجاوز الحمولة المسموح بها للعلبة. إذا كنت تواجه هذه المشكلة، فمن الأفضل أن تأخذ سيارتك إلى ورشة إصلاح متخصصة لفحص العلبة وتحديد سبب الصوت وإجراء الإصلاحات اللازمة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.